اول ما خرجت من ستار اكاديمي جالي برنامج اسمه اجمل سنين عمرنا، كان انتاج وكان بيعرض، كان انتاج اون دي مول وسي بي سي، وكان بيعرض على سي بي سي. خلصت السيزون ده كاملا من البرنامج، بعدها جالي البنات ما عرفوش يكذبوا او الستات ما عرفوش يكذبوا ويك اند، قعدنا فتره كده بسيطه وما كملناش. بعدها جالي العرض بتاع الراديو 90 90، عملنا سنه، عملنا غني وبس، وعملنا السيزون اللي بعده سنه ثانيه غنى. الحمد لله احنا مستمرين في النجاح من اول من اول يوم، ومكملين ان شاء الله للسنه الثالثه باذن الله السنه اللي جايه ببرنامج جديد ان شاء الله.